براب 2 العظيمه جدا. احنا النهارده هنكمل سلسله المعرفه تساوي القوه وفنيات البحث العلمي والجزء الثاني منها، واللي احنا هنتكلم فيها عن دور المعلم اللي هو تحول من معلم او مدرس الى ميسر. انا بوصل لك الامور، بفتح لك نوافذ وانت بتنطلق في البحث بتاعك. احنا هنتكلم عن الموضوع الاولاني اللي هو تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، واللي طلب منك ان نتكلم فيها عن تاثير الموجات الصوتيه على الزراعه. احنا لما نعرض بعض النباتات او البذور بتاعت النباتات للموجات الصوتيه بترددات معينه، هتلاقي ان هي بتحسن من نموها بشكل اسرع. هتدور انت للاسف عندك في كريبتو كل المواضيع اللي عندك مرتبطه بالموجات الصوتيه، وكلامنا في الموجات الصوتيه عندك في المنهج ما كانش كتير في اللايف ابلكيشنز بتاعتك. فانت بتاخد العنوان وبتدور عليه على البطاريه اللي احنا قلنا عليها في الجزء الاولاني. فانت هتجيب تاثير الموجات الصوتيه على انبات البذور وعلى ان في نباتات او فواكه او خضروات نموها بيبقى اسرع لما بتتعرض للموجات الصوتيه بترددات معينه. هتتكلم مثلا ان الجيش او الدول المتقدمه بتبدا تستخدم الموجات الصوتيه علشان، والجيش برضه عندنا في مصر، عشان يشيل الالغام من الارض اللي كانت موجوده بسبب الحروب العالميه الاولى والثانيه. وان انت طبعا لما بتشيل الالغام ديت بتقدر بعد كده تستخدم الاراضي ديت في الزراعه، فده برضه مهم جدا في مجال الزراعه باستخدام الموجات الصوتيه اللي ساعدتك فيه في الكشف على الغام. تمام، ده كده الموضوع الاولاني. شكرا. الموضوع الثاني هو بيتكلم على السكان وتاثير الموجات الصوتيه على السكان ازاي. انت عندك لايف ابلكيشنز كتيره جدا بقى في الحته دي ازاي. انا دلوقتي عندي ان انا بقدر باستخدام الموجات الصوتيه ان احنا نكشف على نوع الجنين باستخدام جهاز السونار، على عضله القلب اللي عندنا. تمام، ازاي بقدر يعني استكشف الاورام اللي موجوده جوه جسم الانسان في البروستاتا، وكمان بتدخل في علاج بعض الاورام وفحصها وعلاجها. هتتكلم عن الحصوات اللي بتبقى موجوده في الكلى وفي الحالب. تمام، وازاي الموجات الصوتيه او الموجات الفوق الصوتيه بتكسر وتفتت الحصوات ديت. هتتكلم عن التعقيم المواد الغذائيه اللي بيتم بالالتراسونيك او الموجات الفوق الصوتيه، ما هو كل ده بيفيد السكان. ده كان الموضوع الثاني. خش بقى يا باشا على الموضوع الثالث اللي هو بيتكلم عن البيئه. ايه ده، هي الموجات الصوتيه بتاثر على البيئه؟ اه طبعا. انت عندك خد ان الموجات الصوتيه او الضوضاء اللي هي بتعملها بتتقاس بوحده اسمها ديسيبل. اتكلم بقى عن كل التلوث الموضوع اللي بيحصل، سواء بقى اللي هو الحفرات اللي بتبقى في الارض، الاصوات العاليه اللي في الشارع، الدي جي، الكلام ده كله، وان هو ازاي بيأثر على الودن وبيأثر على البني ادم، ممكن تبوظ له الجهاز العصبي، ممكن تأثر على تركيزه، تشتت له ذهنه، ما تخلوش يعرف يذاكر مثلا في وقت المذاكره للناس اللي بتشغل الدي جي والافراح والكلام ده كله جنب البيوت. ما هو كل ده اثار سلبيه وتأثر او تلوث ضوضائي على البيئه بسبب الموجات الصوتيه. وكان ان احنا ازاي بنحمي نفسنا بيها عن طريق مثلا اللي هو سدات الودان المعموله من السيليكون اللي احنا بنحطها في ودان عشان نحمي نفسنا بيها. اتكلم عن التوعيه اللي بتعملها مثلا وزاره البيئه علشان توعي المواطنين ان هو ما يضربوش الكلاكسات، ما يعملوش افراح جنب البيوت، كل الكلام ده من جهودات الدوله عشان تواجه مشكله ازاي مشكله البيئه. المواضيع اللي عندي بريب 2 هي للاسف الكلام فيها في مناهج الساينس كان قليل جدا. انا حاولت ان انا افتح لك بس عناوين ليها، وانت خدت تاخد بال عناوين ديت وتبحث بالطريقه اللي احنا قلنا عليها وتنطلق بقى. تكتب بقى في التطور التكنولوجي باستخدام الموجات الصوتيه زي ما قلت لك، تبحث عن ايه؟ تمام، الله ينور عليك، ان احنا قلنا عليها في مجال الزراعه وازاي ان هي بتسرع نمو النباتات سواء خضار او فاكهه. هتتكلم ده الموضوع الاولاني، اتكلمت على الموجات الصوتيه وعن موضوع السكان واللايف ابلكيشنز اللي انت عندك في المنهج، دي الوحيده اللي هتلاقي فيها ممكن تكتب ثلاث اربع فقرات فيها. هتتكلم عن في اخر موضوع البيئه وازاي تاثير الموجات الصوتيه على الانسان واللي هي بتعمل تلوث ضوضائي، وده يعتبر ملوث من ملوثات البيئه. تمام، اتمنى ان شاء الله ان تكتب موضوع كويس جدا، واللي خلص بحثه وعايزنا نشوفه ممكن يبعته لي على الواتساب على الخاص، وان شاء الله خير، وبالتوفيق ليكم يا شباب. باي باي.